الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. ليس من دأبي في خطب الجمعة أن أتحدث عن موضوع واحد في ثلاث خطب متتالية. التنوع في الحديث أسهل تقبلاً من قبل ذهن الإنسان، ولعله يكون أكثر فائدة أيضا. ولكن باعتبار أننا لازلنا في شهري عزاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، محرم وصفر، ارتأيت أن أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق جانبا شائكا جدا ومنتشرا جدا فيما يرتبط بالشعائر الحسينية المقدسة. هذا الجانب هو أقوى ما يذكره أعداء الشعائر الحسينية المقدسة ضد هذه الشعائر. هؤلاء عندهم كلمات عديدة يقولونها في الصد عن هذه الشعائر المقدسة، أقواها على الإطلاق حتى عندهم، كلمة يرددونها باستمرار بأشكال مختلفة بصيغ مختلفة. هذا الكلام الذي يقولونه نريد أن نجعله على النقاش.
هذه الكلمة التي يقولونها ويرددونها هي أن العديد من الشعائر الحسينية المقدسة هي محرمة لأنها توجب تشويه المذهب. هذا أقوى ما يقولونه في الصد عن هذه الشعائر الحسينية. فتكون هذه الشعائر الحسينية من أشد المحرمات كما يطرحونه. هذه الكلمة التي يرددونها، وسمعتم هذه الكلمة مرارا وتكرارا، والعديد من الشعائر الحسينية تتعرض لهذه الكلمة من قبلهم: الضرب بالسلاسل، المشي حافيا يوم عاشوراء، إخراج الخيول والجمال في مسيرات التشبيه خصوصا في بلاد الغرب، اللطم على الوجه، البكاء بصراخ، وأمور أخرى أيضا تتعرض من قبلهم لهذه الكلمة. بصورة خاصة أكثر ما يتعرض من الشعائر الحسينية لهذا القول من قبلهم هي شعيرة التطبير. هذا الكلام كلام غريب جدا. هؤلاء غفلوا عن أن هذا القول مضافا إلى أنه غير تام، غير صحيح، يكشف مستوى متدنيا علميا لهم. هذا الكلام فيه 11 إشكالا. هذه الإشكالات تعري هذا الاستدلال، هذا الكلام الذي يقولونه. أنا أتعرض بإذن الله تعالى إلى 5 من هذه الإشكالات على هذا الكلام حتى نعرف أن هذا الكلام كم هو في مستوى متدني علميا. الإشكال الأول على هذا الكلام أن هذا الكلام يكشف مستوى متدنيا علميا لهم فيما يرتبط بالفقه الشيعي. يعني من يقول لك أن الشعيرة الحسينية الفلانية محرمة لأنها توجب تشويه المذهب، هذا الذي يقول لك هذا الكلام اعرف أنه جاهل بأوليات الفقه الشيعي. لماذا؟ لا أريد أن أتعرض لسب أحد، لشتم أحد، بحث علمي. هذا الكلام يكشف مستوى متدنيا. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد في الفقه الشيعي عنوان تشويه المذهب. هذا العنوان الذي يريدون أن يطبقوه على هذه الشعيرة الحسينية فيقولون بحرمة هذه الشعيرة، هذا العنوان غير موجود. هذا العنوان غير موجود في الآيات القرآنية، غير موجود في الأحاديث الشريفة، غير موجود حتى في مصطلح الفقهاء
الذي استفادوه من النصوص الشريفة. لاحظوا الشيء إذا أردنا أن نقول بحرمته يلزم أن نطبق عنوانا محرما عليه حتى يصبح محرما. بدون تطبيق عنوان محرم على شيء نتمكن أن نقول هذا شيء محرم؟ لا. بدون تطبيق عنوان واجب على شيء نتمكن أن نقول هذا شيء واجب؟ لا. هناك عناوين موجودة في الآيات القرآنية في الأحاديث الشريفة إذا تنزلنا في مصطلح الفقهاء الذي استفادوه من النصوص الشريفة هذا العنوان نطبقه على هذا المورد فنقول هذا المورد واجب، هذا المورد حرام، هذا المورد مستحب. هذا من أوليات الفقه الشيعي، قضية بديهية. يعني أنت تتمكن أن تطبق شيئا عنوانا على شيء وتقول بحرمة هذا الشيء بدون وجود حرمة للعنوان؟ غير صحيح. هم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الشعيرة محرمة لأنها مصداق لتشويه المذهب. أنت ابحث في الآيات القرآنية تجد آية قرآنية تقول كل تشويه للمذهب حرام؟ أبدا. ابحث في الروايات الشريفة تجد حديثا شريفا حتى حديث ضعيف، لا أقول حديث صحيح، حتى حديث ضعيف تجد حديثا شريفا يقول بحرمة كل ما يجب تشويه المذهب؟ أبدا. ابحث في كلمات الفقهاء تنزل، لا نقول آية قرآنية، لا نقول رواية شريفة، في مصطلح الفقهاء في كتب الفقهاء تجد أن من المحرمات ما يجب تشويه المذهب. هذا من أين جاء؟ الذي يقول أن هذا الشيء حرام لأنه يجب تشويه المذهب. أصلا عنوان تشويه المذهب هذا عنوان غير موجود في الفقه الشيعي، أنه شيء من المحرمات اسمه تشويه المذهب، هذا شيء أصلا غير موجود. من أين جئتم بهذا الشيء؟ لو قال لك شخص أن مثلا عصير الرمان هذا حرام، لماذا؟ لأنه أحمر، تضحك عليه، تقول ليس كل أحمر حرام، أنت تريد أن تحرم هذا الشيء لأنه أحمر، يلزم أن يكون كل أحمر حرام حتى هذا يصبح حراما. كل أحمر غير حرام، ما عندنا شيء في الفقه الشيعي أن كل أحمر حرام حتى تطبقه على هذا العصير مثلا وتقول أنه حرام. ما عندنا في الفقه الشيعي عنوان محرم اسمه تشويه المذهب، هذا شيء أصلا غير موجود. ابحثوا، ائت لي بآية قرآنية، ائت لي بحديث شريف، ائت لي بكلمات من الفقهاء. يعني الذي يستدل بهذا الاستدلال لا يعرف أوليات الفقه الشيعي. تريد أن تقول بحرمة شيء، على الأقل ابحث عن عنوان موجود في الآيات القرآنية في الروايات الشريفة، طبق هذا العنوان على هذا المورد وقل هذا شيء حرام. عندما نقول بوجوب شيء، نقول باستحباب شيء، أي حكم من الأحكام يلزم أن تنطبق عليه عناوين، عناوين موجودة في الآيات القرآنية في النصوص الشريفة. نحن لا نتمكن أن نقول بحرمة شيء، بوجوب شيء، باستحباب شيء من أنفسنا. الفقهاء قالوا بأن الشعائر الحسينية المقدسة محبوبة، لماذا؟ لأن هناك عنوانا، عنوان التولي، هذا العنوان موجود في القرآن الكريم، موجود في الروايات الشريفة، هذا العنوان يقولون إنه ينطبق على الشعائر الحسينية المقدسة فتصبح الشعائر الحسينية المقدسة محبوبة لأن هذا العنوان موجود، العنوان في القرآن الكريم مذكور، في الآيات في الروايات الشريفة مذكور. يقولون الشعائر الحسينية مصداق للتبري من أعداء الله، عنوان التبري موجود في القرآن، موجود في الروايات الشريفة، موجودة، موجود هذا العنوان، هذا شيء صحيح. أما عنوان اختراعي من نفسي أجعل عنوانا معينا وأقول هذا العنوان حرام من نفسي، لا توجد آية أو رواية، ثم أطبق هذا العنوان المصطنع من قبلهم على الشعار الحسيني فأقول بحرمة الشعار الحسيني، هذا يكشف. عندما أقول لا أريد أن أشتم أحدا، عندما أقول هذا يكشف عن مستوى متدني علميا واقعا هكذا شيء. هذا أولا. ثانيا، لنفرض
أنه يوجد هكذا عنوان، عنوان تشويه المذهب فرضا، لكن تطبيق هذا العنوان على هذه الشعيرة المقدسة مثلا، على شعيرة من الشعائر الحسينية، لا يتم إلا بعد أن تعرف معنى هذا العنوان. الشيء الفلاني، العنوان الفلاني واجب حرام، يلزم أن تعرف معنى هذا العنوان ثم تطبق هذا العنوان على هذا المصداق. ما هو معنى تشويه المذهب؟ فسر لي هذه الكلمة. تشويه المذهب هو كل شيء يضحك عليه الكفار، هذا تشويه المذهب. تشويه المذهب هو كل شيء لا يرضاه الآخرون. ما هو معنى هذا العنوان أساسا؟ فسر لي حتى تتمكن أن تطبقه على مورد. انظروا، يتمكنون أن يفسروا هذا العنوان تفسيرا صحيحا بأدلة؟ اسألوهم، اسألوا علماءهم من يدعون العلم منهم، هذا العنوان ما هو معناه حتى تقول إن هذا العنوان ينطبق على هذا المصداق؟ فسر لي تشويه المذهب يعني ماذا؟ تجد تهافتا كبيرا في تفسير هذا العنوان. أصلا الشيء لا يتمكن أن يفسر بتفسير صحيح، هذا ثانيا. الإشكال الثالث الموضوع، وبالأحرى بالأدق في التعبير الصغرى، في كل استدلال تحتاج إلى إثبات قاعدة كلية. الاستدلالات الشائعة، هذا يسمى بالشكل الأول في المنطق، تحتاج أن تثبت قاعدة كلية، هذا أولا، ثم تحتاج أن تثبت انطباق هذه القاعدة الكلية على هذا المورد، هذا شيئان. يعني لنفرض أنك تمكنت أن تثبت وجود عنوان محرم في الفقه الشيعي هو عنوان تشويه المذهب فرضا، لكن تطبيق هذا العنوان على هذه الشعيرة هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. أنت تقول عصير البرتقال حرام لأنه أحمر، لا بأس، تمكنت أن تثبت أن كل أحمر حرام فرضا، ولكن أثبت لي أن عصير البرتقال أحمر، هذا تسمى بالصغرى. تقول عصير البرتقال حرام لأنه أحمر، أثبتت لي الكبرى أن كل أحمر حرام فرضا، أثبت لي أن عصير البرتقال أحمر، تتمكن أن تقول هذا الشيء حرام من نفسك؟ لا، هذا يحتاج إلى أثبات. الصغرى تحتاج إلى أثبات، القضية الأولى تسمى بالصغرى. فرضا أنت تمكنت أن تثبت أن كل شيء يوجب تشويه المذهب فهو حرام فرضا، أثبت لي أن هذه الشعيرة المقدسة توجب تشويه المذهب. لا أقول لك أثبت لي بالطرق المنطقية الرصينة، لا أقول أثبت لي بالأدلة العقلية التي لا تخدش، هذا الشيء قطعا أنت لا تتمكن منه. لا أقول لك أثبت لي هذه القضية على الأقل بما يسمى بالأدلة العلمية، أثبت لي هذا الشيء بإحصائيات رسمية من مراكز مستقلة، من مراكز محايدة، جالي بشيء. أنت تقول هذا يجب تشويه المذهب، من قال لك أنه يجب تشويه المذهب؟ من أين؟ كل ادعاء يكفي لإثبات حرمة شيء، الناس يدعون ادعاءات، مجرد الادعاء هذا يؤخذ به بدون دليل. النصارى أيضا يدعون، اليهود أيضا يدعون، يدعون أنهم هم الشعب المختار، نقبل منهم بمجرد ادعائهم؟ لا، يحتاج الأمر إلى أثبات. تقول هذه الشعيرة توجب تشويه المذهب، من قال لك؟ أثبت هذا الشيء، عندهم إثباتات أم مجرد كلام؟ بالكلام يمكن أن نقول بحرمة شيء؟
تقول عصير البرتقال حرام لأنه مسكر، أثبت أنه مسكر، توجد تحليلات في المختبرات، في هناك طرق لإثبات أنه مسكر. مجرد ادعاء شيء يثبت حرمة ذلك الشيء، كل شيء أشياء أصبحت محرمة. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع الجواب النقضي، وما أكثره. هناك أمور كثيرة من قبل غير المسلمين تعتبر قبائح في الإسلام، إشكالات غير المسلمين على المسلمين في أمور، ابتعاد غير المسلمين من الإسلام بسبب أمور، وهذه الأمور أشد عندهم بكثير من التطبير وأمثال التطبير. أذكر لكم نماذج من النماذج. هذا الشيء الذي يعد قبيحا عند أكثر البشر من القبائح، تحليل الإسلام لتعدد الزواجات. أكثر العالم الغربي، لا أقول أكثر العالم الغربي، تقريبا كلهم باستثناء قلة قليلة منهم، يعتبرون من المساوئ الكبيرة في الإسلام أنه يحلل تعدد الزواجات. يعني ماذا؟ يعني ملايين؟ لا، يعني مئات الملايين من البشر يبتعدون عن الإسلام بسبب تحليل الإسلام لتعدد الزوجات. الذي عاش في الغرب يعرف ما أقول، الذي قرأ جرائد أو مجلات منهم يعرف ما أقول. هذا يعتبر شيء قبيح جدا، هذا يعتبر شيء منفر للناس من الإسلام جدا. لماذا الإسلام يحل تعدد الزوجات؟ إذا كانت شعيرة التطبير توجب تشويه المذهب، هذا الحكم يوجب تشويه المذهب، أكبر تشويه. ارفع اليد عنه، قل هذا حرام. الحجاب، ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين من البشر يبتعدون عن الإسلام بسبب حكم الحجاب، تشويه الدين، هذا يوجب تشويه الدين. إن كانت تلك الشعيرة بسبب أن بعض الغربيين يرى هذا الشيء قبيحا، فإذن يوجب تشويه المذهب والدين. الحجاب عند أكثر البشر الغربيين والشرقيين يعتبر منقصة كبيرة في الإسلام، رجالا ونساء. الرجال يرفضون الحجاب، حجاب النساء، والنساء يرفضن الحجاب. إذن ارفع اليد عنه، قل الحجاب محرم لأنه يوجب تشويه الدين. أي تشويه؟ تشويه للدين ليس أكبر من التطبير، أصلا لا قياس بينهما. كم من البشر يبتعد عن الإسلام بسبب التطبير؟ قلة. كم من البشر يبتعد عن الإسلام بسبب الحجاب؟ أكثر البشر، أكثر البشر. أحكام العبودية، بل أساسا أصل إقرار قانون العبودية في الإسلام، هذا شيء من المآخذ الكبيرة للناس للغربيين خصوصا عن الإسلام. كيف يقر الإسلام قانون العبودية؟ طبعا بشروطها، بشروطه، ولكن كيف هذا القانون يقر؟ هذا شيء يعتبر من القبائح إلى يومنا هذا، حتى أحيانا هذا الشيء ينتقل حتى إلى بعض جرائد ومجلات تطبع في بلاد المسلمين، أنا قرأت بعضها، هذا يعتبر من القبائح عندهم، يجب تشويه الدين.
إذن أنفي هذا القانون كليا. العديد من الأحكام المرتبطة بالنساء، المرأة الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من الدار إلا بإذن زوجها، هذا يعتبر من القبائح عندهم. المرأة في بعض صور الإرث ترث نصف الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة لا يحق لها أن تجلس في منصب القضاء أو المرجعية وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالمرأة. هذه تعتبر من المآخذ الكبيرة على الإسلام. اذهب إلى الحج، العديد من شعائر الحج تعتبر من القبائح عندهم. رمي الجمرات، هؤلاء مجانين، هذا كلامهم، يصرحون بهذه العبارة، هؤلاء مجانين، يأخذون حجرا يرمون به حجرا. خلع الملابس ولبس ثوبي الإحرام يعتبرونه نوع تخلف. الأشد من هذين مسألة الذبح بمنى، هذه المسألة عند الغربيين تعتبر منظرا من مناظر التوحش بالمسلمين. يا أخي 3 ملايين شات، مليوني شات يذبحونها في يوم واحد في مكان واحد، هذا يعتبرونه من مظاهر التوحش. خلاص هذا الشيء يكون محرما، الذبح بمنى يصبح محرما، لأنهم ينظرون إلى هذا الشيء بعنوان شيء من مظاهر التوحش، يحبون الدماء هؤلاء المسلمون، يريدون أن يذبحوا. طريقة نحر الإبل، هذه الطريقة عندهم تعتبر نوع من أنواع التوحش. تعلمون الإبل بطريقة معينة تذكى، طريقة التذكية في الإبل النحر ليس الذبح، النحر يعتبر من مظاهر التوحش عندهم. والعشرات لا والمئات، أنا ذكرت بعضها حتى تعرفوا، وهذه أشد بنظرهم إن كان نظرهم، إن كان رأيهم، إن كانت نظرتهم إلى الإسلام هذه هي الملاك، ارفعوا اليد عن العشرات من الأحكام الشرعية. أصلا الإسلام يتغير إلى دين آخر خلاص. لماذا فقط تأتي إلى الشعائر الحسينية تطبق هذا الحكم؟ مجموعة من أبنائكم الآن يدرسون في بلاد الغرب، اسألوهم، أو أصدقاؤكم الذين يعيشون في بلاد الغرب، كم مرة في كم كتاب في كم مقال قرأوا أشياء ضد الإسلام بسبب الحجاب؟ عشرات المرات، مئات المرات. كم مرة قرأوا مقالات كتب ضد الإسلام بسبب تعدد الزواجات؟ مئات المرات، إن لم أقل آلاف المرات. كم مرة قرأوا مقالا كتابا ضد الإسلام بسبب التطبير؟ لعله ولا مرة واحدة. أنا سألت بعضهم، بعض أصدقائنا يعيشون هناك 20 سنة 30 سنة 40 سنة هناك يعيشون، سألت العديد منهم هل قرأت مقالا ضد الإسلام بسبب التطبير؟ الذين سألتهم أنا كلهم قالوا لا ولا مرة واحدة. اسألوهم كم مرة قرأتم مقال كتاب في جريدة في مجلة في قنواتهم الفضائية في قنواتهم المحلية ضد الإسلام بسبب أحكام ثانية؟ كثيرا. هذا يجب تشويه المذهب، تلك يجب تشويه المذهب. إن كان تشويه المذهب محرما كل تلك الأحكام تصبح محرمة. وتعرفون أنه يعتبرون تشويه المذهب من أكابر المحرمات، تلك أيضا توجب تشويه المذهب. بهذا التفسير تلك توجب تشويه المذهب أشد بكثير من الشعائر الحسينية حسب الدعائة. كما قلت لكم مرارا وتكرارا، القضية تصل إلى الإمام الحسين تنقلب،
في كل شيء القضية عادية. تصل القضية بمجرد أن تقترب من شعيرة حسينية، لا، الوضع يختلف. هذا الإشكال الرابع. الإشكال الخامس، التطوير يوجب تشويه المذهب؟ بل على عكس ذلك تماما، يوجب قوة المذهب. التطبير من طرق هداية الناس، من سلسلة العلل لهداية الناس. التطبير شيء عظيم جدا، جوانبه الإيجابية كثيرة جدا، كثيرة. أقول من الجوانب الإيجابية المهمة في التطبير، جلب هذه الشعيرة للانتباه. لنفرض أن هذه الشعيرة لا توجد فيها أي فائدة إلا هذه الفائدة، أنها توجب جلب الانتباه. هذه قضية جدا مهمة. جلب الانتباه نصف الطريق لهداية الناس. بدون جلب الانتباه لا تتمكن أن تهدي شخصا واحدا. من الذي يترك دينه بدون أن يلتفت إلى ما تقوله أنت؟ يلزم أن تكون لك أمور تجلب انتباه الناس. هذا يذكرونه العلماء في التفسير، حتى هذا الشيء يذكر. الآيات في بدايات بعض السور، الحروف المقطعة، ما هو السر فيها؟ طه حاميم عين سين قاف كاف هايا. ما هي الفائدة من هذه الحروف؟ ما هو معنى هذه الحروف؟ طبعا هناك حديث مفصل عن هذه الحروف المقطعة، جوانب عديدة في هذه الحروف المقطعة. من جملة الأمور أن هذه الحروف المقطعة تجلب الانتباه. رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة كان يقرأ حاميم، الناس ينتبهون، ماذا يقول هذا؟ طبعا هناك تفاسير أخرى أيضا، جوانب أخرى، لا أقول هذا هو الشيء الوحيد في الحروف المقطعة، لا، من فوائد الحروف المقطعة جلب الانتباه. شعيرة التطبير تجلب الانتباه أم لا؟ أصلا من أقوى ما يجلب الانتباه، أناس يجرحون رؤوسهم بأنفسهم، يجرون دماء، هذا شيء يجلب الانتباه. هذا يثير التساؤل في العالم والجاهل، في العدو والصديق، في الكبير والصغير، في كل الناس، لماذا هذا يصنع هذا الصنيع؟ عندما يثار التساؤل هنا يصبح ارتباط ولو ضعيف بين هذا الشخص وبين الإمام الحسين صلوات الله عليه. يقال له أن هذا الشيء لأجل الإمام الحسين. من هو الإمام الحسين؟ لماذا هذا هؤلاء يصنعون هذا الصنيع؟ لأنه قتل مظلوما. يوجد شخص من البشر لا يتفاعل مع المظلوم؟ هذا ربط. كيف تربط الناس بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ مئات الطرق، إحدى الطرق أنه تجلب انتباهه. يوجد أقوى من التطبير في جلب الانتباه؟ من أقوى الطرق لجلب الانتباه. يعني أصبح التطبير في سلسلة العلل لهدايتهم. أختم حديثي بقضية. أحد أصدقائنا يعيش منذ سنوات، لعله أكثر من 30 سنة، في مدينة غربية، بالتحديد في مدينة مانشستر البريطانية. طبيب هو منذ سنوات، هو نقل لي شخصيا هنا في الكويت. قال في بداية ممارستي لعلاج الناس في إحدى المستشفيات في مانشستر، طبعا أنا أمارس علاج الناس تحت إشراف طبيب، واضح. في كل يوم ألتقي به، أعرض عليه الملفات، ملف هذا المريض كذا، هذه الطريقة المألوفة عند الأطباء. ذات مرة رأني في المستشفى، قال لي أنا
لي كلام معك، كلام خاص. انتهيت من عملك، تعال إلى مكتبي. ذهبت إلى مكتبه في المستشفى. فأخرج لي ورقة من جريدة لعله أو مجلة، فيها صورة عن التطوير في جنوب لبنان. أنا ذاك طريق العراق كان مسدودا، أخبار العراق كانت لا تنقل، التطوير في العراق كان ممنوعا. القضية قبل لعله أكثر من 20 سنة. أخرج لي صورة، قال تعرف هذه الصورة؟ قلت له بلى. قال هذا الشيء كما هو مكتوب في هذا الخبر يمارس من قبلكم أنتم الشيعة في كل سنة. قلت له نعم. قال هذا الشيء الأحمر على وجوه هؤلاء وعلى ملابسهم، هذه أصباغ، هذا صبغ أحمر أو هذا دم؟ قلت له لا، هذا دم. قال يعني بهذه السيوف التي بأيديهم يجرحون أنفسهم وتجري هذه الدماء؟ قلت له نعم. قال من بعض هؤلاء باعتبار أنهم غارقون في الدم يظهر أن القضية ليست مجرد خدشة، لا، جراحات. قلت له نعم، جراحات. قال يعني جراحات عميقة أحيانا؟ قلت له نعم. قال هذه الجراحات تصل إلى نصف سنتيمتر؟ قلت له نعم، تصل إلى نصف سنتيمتر وأحيانا أكثر. قال كم منهم يموت؟ كم نسبة الموتى من هؤلاء الذين يموتون بسبب هذه الحركة؟ قلت له لا يموت منهم ولا شخص واحد. نظر إلي نظرة شبه غضبان. قال أنت طبيب، أنت تعرف ما تقول، تعرف أن هذا الذي تقوله خلاف الطب؟ هو هذا الطبيب نقل لي، ذكر لي بعض التفصيل، الآن لا أتذكر، قضية قبل لعله أكثر من 3 أو 4 سنوات. ذكر تفصيلا أنه هنا في هذه المنطقة توجد بعض الأشياء إن قطعت إن بترت هناك 30% 40%، الآن لا أتذكر النسبة، هو ذكر لي تفاصيل 30 يكون احتمال 30% مثلا أو 40% أن الشخص يموت إذا هذه الأمور انقطعت، إذا هذا الشيء لا أعرف عرق أو عصب معين لا أتذكر، هو ذكر لي بعض التفصيل، يوجد احتمال معين مثلا 30% أن هذا الشيء إذا قطع الشخص يموت. قال أنت طبيب وتعرف ما أقول، تعرف أن هذا الكلام الذي تقوله خلاف الطب، خلاف المنطق؟ قلت له نعم. قال لماذا تتكلم كلاما خلاف المنطق؟ أنت تقول لا يموت أحد منهم، هذا شيء لا يمكن، هذا خلاف الطب. فلم أحر جوابا، سكت. هو نظر لي نظرة كأنك تكذب علي، إما هذه ليست دماء، هذا تشبيه، أو إذا دماء بعضهم يموت، 30% 20% مثلا منهم يموتون. ثم أنا سكت. قال لي خلص اذهب إلى عملك. أنا قلت له كنت أقول له هذا الشيء معجزة؟ قال ما خطر ببالي، ما تمكنت أن أقول له، ما أعرف هو كيف يتقبل هذا الموضوع. مرت الأيام، بعد فترة أيضا قال لي أنا عندي كلام معك، تعال إلى المكتب. ذهبت إلى مكتبه. قال تسمح لي أن أفتح الموضوع مرة ثانية من جديد؟ قلت تفضل. أخرج لي الصورة. قال تعرف هذه الصورة؟ نعم. هذا الشيء يمارس سنويا؟ نعم. هذه الألوان، هذه أصباغ أم دم؟ لا دم. هذه إن كانت دما فهذه جراحات، ليست خدشة، ليست مثل الحجامة مثلا، هذه جراحات حتى يخرج مثل هذا الدم. قلت نعم، جراحات، جراحات عميقة. نعم عميقة. هذا الجراح يصل إلى نصف سنتيمتر، لعله التبديد مني لا أعرف، نصف سنتيمتر مقدار معين هو حدد، لعله نصف سنتيمتر
يصل إلى نصف سنتيمتر؟ قلت له نعم وأكثر. نسبة من هؤلاء يموتون؟ قلت له لا يموت منهم ولا شخص واحد. قال لي أنت طبيب وتعرف أن هذا الكلام الذي تقوله كلام غير صحيح، كلام خلاف الطب، نسبة من هؤلاء يلزم أن يموت. قلت له نعم أعرف. قال لماذا تقول كلام خلاف المنطق؟ فلم أحر جوابا إلا أنني قلت له شيئا، قلت له أنا ليس لي الآن كلام معك، لا أتمكن أن أفسر هذه الظاهرة لك، ولكن أطلب منك شيئا، متى ما أحببت أنا أرتب لك، نذهب إلى جنوب لبنان آنذاك، نذهب إلى لبنان، التذكرة مني وعلي والفندق عليك، أذهب بك إلى هذه المنطقة لأن هذا العمل يمارس في يوم معين محدد عندنا، أذهب بك إلى هذه المنطقة أنت بعينيك أنظر، أنظر هذا صبغ أم أنه دم، انظر أنهم يجرحون رؤوسهم إلى هذا الحد أم لا، انظر إلى أنهم يموتون أم لا. فكر قليلا قال جواب مقنع إن شاء الله، يعني أنا أقول إن شاء الله، ولعله قال يصير خير مثلا، نذهب معا إلى جنوب لبنان حتى أرى هذا المنظر من قرب. اهتدى هذا الشخص ما اهتدى لا أعلم، لعله في المستقبل بحث ما بحث لا أعلم. أريد أن أقول أن هذا الشيء من نقاط قوة الإسلام، من نقاط قوة التشيع، ملايين ليس شخصا واحدا، 10، 20، 30، ليس أناس مدربون، ملايين من الشيعة في كل سنة يمارسون هذه الشعيرة المقدسة ولا واحد منهم يموت، ولا واحد منهم يصاب بشيء خطير. عندك نقطة قوة في التشيع أقوى من هذه النقطة؟ هذه نقطة قوتنا، هذا الدليل حقانية مذهبنا. مرة شخص واحد، إعجاز في شخص واحد، حالة استثنائية، إعجاز في شخصين، إعجاز في ملايين في كل سنة. كم مليون في هذه السنة مارسوا شعيرة التطوير؟ الله العالم، فقط في كربلاء الله العالم كم طبروا، فقط في كربلاء. وتعلمون هذه الشعيرة اليوم ولله الحمد منتشرة في العديد، لا الكثير من المدن في العالم، من شرق العالم حيث أستراليا إلى غرب العالم حيث غرب أمريكا وكندا. وتعرفون شخص واحد منهم أصيب؟ أبدا. شخص واحد منهم أصيب بمرض بسبب هذا العمل؟ أبدا. كثير من هؤلاء يأخذون حبوب مسيلة للدم، وتعلمون الجرح للذي يأخذ حبوب مسيلة للدم شيء خطير، وأنا أعرف بعضهم، أنا أعرف بعض الحالات هنا. في صباح عاشوراء يطبر، قبل الظهر لا يوجد أثر، قبل الظهر من يوم عاشوراء بعد سويعات، أنا أقول قبل الظهر، بعد ساعة. بعض هؤلاء عندهم مشاكل صحية أبدا في أي وضع من الأوضاع، في أي ظرف من الظروف، شخص واحد منهم لا يموت. أي نقطة قوة هذه في الإسلام في التشيع؟ هذه النقطة يلزم أن تعرض على العالم أصلا، هذه النقطة تبهر العالم، هذه تشويه للمذهب. لاحظوا أين جاءوا، جاءوا على نقاط قوة المذهب، وهذه النقاط ترمى بتشويه المذهب. ولكن المسير الطريق سالك، هذه الأمور والأقوى منها أبدا لا تكون موانع، بل هذه الكلمات من حيث لا يشعرون إزالة للموانع.
هذه الكلمات من حيث لا يشعرون تقوية لهذه الشعائر المقدسة. والعالم أمامك، انظر إلى العالم كيف كانت هذه الشعائر وكيف أصبحت وكيف ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى ببركات المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة، زاوية من زوايا الشعائر الحسينية المقدسة، وهذا أقوى ما عندهم من القول، هذا حاله، فكيف ببقية أقوالهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المولى سيد الشهداء بحقه العظيم، بمكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بحق الحسين، بحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة من بنيه، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحق الحسين ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا، ارزقنا اتباع الحسين في الدنيا، ارزقنا خدمة الحسين في الدنيا، ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.